طبعا دلوقتي الواحد رمضان 18 مليار جنيه والاخر 19 و4 من 10 مليار جنيه، واحد لشركات النقل وواحد لشركات ان شاء الله بعد هذا الرقم احنا متوقعين ان انت في خلال 30 الى 3 سنوات ان شاء الله احنا في واحد لطيف في هذا الرقم اللي هيحصل فيه نقله نوعيه هائله بالنسبه للمستهلكين، وخاصه المستهلكين اللي هو بيشتغلوا على الدور المخصص اللي هم اكثر ناس بيعانوا الوقت الحالي في بعض الاماكن. يعني عندنا الحمد لله ما فيش اي نقص في السوق احنا دلوقتي، الحمد لله الاطار تقدر تغطي من كل احتياجاتنا للاستثمار في المستقبل، لكن ما نقدرش ننكر ان احنا عندنا بعض القطاعات بتقل نتيجه بعض العيوب الفنيه سواء كان في شركات النقل او في شركات توزيع. حاجه كويسه ان احنا عارفين ان في مزاج عالي في خطه واضحه لحل الاداره الماليه ساعتها في هذا احنا التعاقد بنسبه فايده على البورصه 13.5% يقول لك اقتراض من الاسلام في العام الاخر، وفي بعض التقسيط ايضا في المعاملات الموجوده في العملة الواقعه في الاستثمار. على فكره من هذا الرقم وزاره الماليه تتحمل 12% واحنا نتحمل. نحن عملنا نهضه كبيره جدا وتطوير كبير في مجال انتاج الطاقه الكهربائيه بادخال محطات القطاع العاجله باستكمال محطات طاقه الانشاء، ايضا بالتعاقد مع سيمز على ثلاث محطات ده بيضيف لشمل قدرات هائله كبيره جدا. طبعا منظومه الطاقه الكهربائيه مكونه من ثلاث محطات رئيسيه هي انتاج الطاقه ونقل الطاقه على الجهود الفائقه اللي بتتكلم 500,000 فولت او 220,000 فولت والجهود العاليه 66,000 فولت، وايضا بعد كده توزيع الحلقه الثالثه هي توزيع الطاقه الكهربائيه على المستهلك النهائي. كان لابد ان نواكب التطور الكبير اللي حصل في مجال انتاج الطاقه الكهربائيه، لازم نواكبه ايضا في التطوير اللي يحصل في شبكات النقل والتوزيع. احنا ابتدينا من فتره في المجال ده، مش لسه كنا هنبتدي من دلوقتي، من فتره ان احنا بنعمل اولا دراسه لشبكه النقل حوالي سنة تقريبا في خلال شهرين من دلوقتي نبدأ تماما نحط خطة لغاية سنة 2025 في شبكات النقل. يمكن احنا عاملين خطة واضحة وموجودة، ويمكن انا حاولت في المقدمة اللي قدام اقول لحضرتك ارقام وارقام دقيقة ليه بقى؟ عشان ادي لسيادتك فكرة ان احنا مش مسألة نقول احنا خطة شبكات، ده احنا عارفين هنعمل ايه وهيتعمل امتى ويتعمل ازاي.